لنفرجي المشاكل عم تجبهنا، على الأقل بنمشي بالشارع. نتأسف إنه بالقرن 21 لهلا إنه بس حقنا الأبسط حق إنه هو نتنقل، يعني أبسط شغلة منها متوفرة. سياسات قبول تمييزية، انعدام الترتيبات المعقولة، نقص الموظفين المدربين، عدم وجود مناهج شاملة، واستبعاد من المدارس الرسمية في أغلب الحالات. كل هذه العوامل تزيد من تهميش الأطفال ذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة في لبنان، والدولة فشلت في وضع سياسات ترفع عنهم هذا الظلم. أهلا بكم في نافذة حقوقية جديدة على هيو ميديا. صدق أو لا تصدق أن مشروع قانون الموازنة للعام 2019 في لبنان، والذي صادق عليه مجلس الوزراء وسرب إلى الإعلام، يرصد لوزارة التربية والتعليم مبلغاً أقل بنحو 30% من العام الماضي. أما الميزانية المرصودة لإنشاء مدارس للأطفال ذوي الإعاقة ستخفض بنسبة 25%. صدق أو لا تصدق أن مسحاً أجري في العام 2009 وجد أن 5 مدارس فقط من أصل 997 مدرسة رسمية تستوفي معايير الوصول إلى المباني الحكومية، وأنه بحسب تقرير نشرته اليونسكو في العام 2013 لم تحدد وزارة التربية والتعليم العالي إلا 5 مدارس رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلد بأكمله. إحصاءات عالمية تقدر أن 5% من الأطفال تحت سن 14 هم من ذوي الإعاقة، أي أن ما لا يقل عن 40,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة في لبنان لديهم احتياجات خاصة دائمة، والكثير منهم لا يحصلون على التعليم، أما القلة منهم تتمكن من التسجيل في المدرسة فلا يحصلون على التعليم الجيد الذي يستحقون بسبب افتقار المدارس عادة إلى التسهيلات المعقولة مثل تعديل قاعات الدراسة وإنشاء مبان لدخولها بسهولة. في الختام، لابد من التذكير بأن أكبر إعاقة يمكن أن يصاب بها الإنسان هي أن ينكر على غيره حقاً يتمتع به. إلى اللقاء.